دكتور عبد الله الرئيس الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني أخواتي أحبتي في الأردن، كم أنا سعيد بأن أكون هذه الأيام متواجداً في بلدي الثاني المملكة الأردنية الهاشمية، والتي لا أجد نفسي فيها غريباً، بل أجد نفسي بين أحبة وأصدقاء وأهل. فعندما دعاني سعادة السفير للقدوم لتنفيذ هذه المشاريع لم أتردد، لأنني سبق وأن أتيت إلى الأردن عدة مرات، وكل مرة أأتي أجد نفسي أكثر محبة وسعادة أن أكون في بلد الثاني الأردن. في هذه الزيارة أتيت بتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، لأن نرفع الأثر للعمل الإنساني السعودي المقدم للاجئين، سواء كانوا من سوريا أو من فلسطين أو الأسر المتعففة في الأردن، إيماناً من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بأهمية الدور النبيل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية باحتضان هؤلاء اللاجئين الذين يشكلون عبئاً اقتصادياً على أحبتنا في الأردن. لذلك حرصت حكومة المملكة العربية السعودية بأن تشارك الأردن حكومة وشعباً تخفيف هذا العبء وهذا الهم، وأن نشارككم كذلك في العمل الإنساني النبيل. لا يوجد في البشرية أفضل من العمل الإنساني، وبخبرتي كطبيب أعلم أن أفضل شيء أن يقدم للإنسان أن تخفف معاناته، خصوصاً عندما يكون بعيداً عن بلده وأحبته وأقاربه وأصدقائه. فأنتم كنتم اليد الحانية على هؤلاء اللاجئين، واستقبلتم هؤلاء اللاجئين، ونحن نشارككم هذا الأجر والعمل الطيب الطاهر. كذلك قدمت بحكم اختصاصي كطبيب أن أشارك عملاً نبيلاً آخر تقوم به المملكة العربية السعودية، وهو العمل التطوعي الإنساني. وقدمنا عدد من البرامج التطوعية التي قدم إلى بلدكم الشقيق مجموعة من الأطباء والطبيبات والممارسين الصحيين وغير الصحيين لتقديم 11 ورشة عمل وخمسة برامج تدريبية، وكذلك برامج طبية تنفيذية تطوعية في مخيم الزعتري. وهذه هي باكورة العمل الإنساني المشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأؤكد لكم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سوف يعمل جاهداً بالتعاون مع شركاء مهمين جداً. وقعنا اليوم اتفاقيتين من عشرات الاتفاقيات التي توقع مع مؤسسات وجمعيات مدنية ذات قدرات كبيرة جداً أردنية، بأن هذه الأعمال سوف تزداد إن شاء الله في المستقبل. والأهم من ذلك أن يكون لها أثر على المستفيدين منها، سواء كانوا من اللاجئين واللاجئات وأطفالهم أو من الأسر المتعففة في الأردن. لا يسعني في نهاية هذه الكلمات إلا أن أشكر أولاً تواجدكم وحضوركم ومشاركتكم، ولا أنسى أن أقدم كذلك تحية لجدة ووالدي التوأم الأردني الحبيب الغالي، وكذلك كانت لمسة وفاء من أسرة التوأم ومن التوأم القدوم للسلام علي،
أنا لا أعتبرهم توأم، أعتبرهم أبنائي. لدي ابنين في الأردن ولدي أسرة كبيرة هو الشعب الأردني الشقيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.